رجعت لكم ببارت جديد بعد ما تشيلسيا صفت مشاعرها وقررت تبدأ حياتها وتركز فيها، والقدر هيقف معاها ويساعدها. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل. بعد ما تشيلسيا وكارموند حضنوا بعض، جه وقت رحيل تشيلسيا لبيتها. وهي بتركب العربة مسك كارموند ايدها وسألها: انت هتتخرجي من الأكاديمية بكرة صح؟ قالت له: ايه؟ رد عليها وهو محرج: واضح انك ما تخرجتيش لان ده ما كانش مريح ليكي، بس التخرج جه سريع. ردت عليه: وفكرت: صحيح، انا غبت كتير قوي الفتره اللي فاتت لاسباب مختلفه، دلوقتي بعد ما كل حاجه اتظبطت لازم ارجع. رجمت تشيلسيا العربة وقال لها: تصبح على خير تشيلسيا. قالت له هي مبتسمه: وانت كمان تصبح على خير. وفكرت: ده شعور غريب قوي، افتكرت انها هتكون نهايه علاقتنا لما انفصلنا، بس بدانا كاصحاب مره تانية. وفي نفس الوقت وهي بتفكر، كارموند كان باصص عليها وهي مش واخده بالها، وفكرت: خلينا نشتغل عشان نحقق أهدافنا. تاني يوم راحت تشيلسيا مكان فاضي في الحديقة عندها عشان تستدعي الذئب العظيم، وقعدت تدور على مكان كبير وحاولت تستدعي الذئب، ودي كانت أول مرة تستدعيه بعد العقد. وفجأة الريحة أصبحت قوية جدا، بس اللي ظهر كان ذئب صغير. بصت له تشيلسيا بصدمة وقالت: إيه؟ وقعد الاتنين يبصوا لبعض وقالت له: راحت فين مامتك يا صغير؟ المفروض إنك تكون كبير قوي، إيه اللي حصل؟ بصلها الذئب وقعد يحرك ديله بحماس. قالت له: انت الذئب ده؟ شالته واستشعرت منه الترابط بينهم وطلع هو. استغربت وقالت: غريب، هو انت مش كنت اكبر وعندك اسنان حادة وانياب؟ وفتحت بقه تشوف لقيتها اسنان صغيرة قوي. قعد الذئب يحرك ديله وهو مبسوط. بصت له راحت قالت: مش مهم لو كنت صغير، انت لطيف قوي. راح الذئب الصغير قلدها وقال: لطيف. اندهشت وقالت: ايه؟ وفكرت: انا سمعت صوت، انا متاكده ان مفيش حد في المنطقه دي. وهي بتدور جوه الشجر لقت نسر وماسك معاه ارنب، وقالت: ما كنتش متوقعه اشوف نسر، عايزه اروده بس مش معايا حجر سحري. وراحت حطت الذئب على الارض وقالت له: ممكن تستنى هنا؟ وراحت مسكت السلسله عشان تروض النسر، ومجرد ما بدات السحر جالها قوه سحريه كبيره قوي. بصت للذئب وفكرت: دي قوتك انت؟ هو الوحش بيوفر ليا قوه سحريه؟ فرحت قوي وراحت عملت عقد السحر مع النسر بسرعه. فرحت قوي انها روضته بسهولة جدا بسبب قوة الذئب السحرية، وبقت كمان تقدر تستخدم قوة النسر والطير. لما بدأ جسمها يترفع من فوق الارض مسكت الذئب وقالت له: ايه رأيك، مبسوط؟ بصلها الذئب ولا اي اندهش، وقعد يبص على فراشة. بصت له وقالت له: ماشي. وراحت مسكته وقالت له: مستعد؟ خاف الذئب من اللي هي هتعمله، وحقيقي خوفه طلع في محله. راحت طيرته فوق وطارت هي كمان فوق قوي، وقعدت تطير جامد في الهواء وهي مبسوطه قوي وفرحانه، والذئب دايخ وحالته حاله. بعد ايام راحت تشيلسيا لقصر شوين علشان توريه قوه الذئب. قال لها شوين بنتهاش: انت قصدك ان الجرو ده ذئب قاتل؟ لا، وكمان بيوفر المنى؟ رفعت هولو تشيلسيا وقالت له: ايه رايك، مش رائع؟ قرب شوين من الوحش وقال: وحش سحري يدي السحر لصاحبه؟ ازاي ده؟ قالت له تشيلسيا: اعتقد ان ده مش نادر جدا. قال لها: مش نادر؟ لا طبعا، ده نادر جدا. في العقد السحري العادي السحر هو اللي بيدي السحر للوحش، اما هنا الوحش هو اللي بيديك السحر. وراح قرب منها وقال لها: دي ثورة. وبعد كده سمع حد بيقول: ثورة. انتهى الشون وقال بتوتر: هو الجرو ده بيتكلم؟ ردت عليه تشيلسيا: عظيم صح، بلاك خصتنا برضو بيتكلم. واحد شدت الذئب بنخده وقالت له: مش كفايه انك بتديني المنى، انت كمان بتتكلم، انت رائع. سالها شوين: انت جبتي كتاب السحر؟ وراحت تشيلسيا وشوين يتناقشوا عنه. قالت له تشيلسيا: الكتاب بيقول العقد هنا بيكون تبادل بين نطاق الوحش وروح السحر، وانا ترجمتها لان الروح هنا هي معنى كلمه نفس، بس لما دورت لقيت معاني كتير قوي لكلمه روح، ممكن يبقى معناها القلب وقوه العقل الوعي حاجات كتير. قال لها: ده معناه ان ممكن تكون معنى كلمة الروح مختلفة تماما عن اللي نعرفه. قالت له تشيلسي: انا وصلت النظريتين عن اللي حصل ده، الاولى يا اما انا عندي طاقة عالية جدا من الطاقة الروح دي، يا اما طاقة الروح دي اقوى من المانا، يعني طاقة ضخمة. قال لها: ده منطقي، وده معناه ان ممكن يكون عندك قوة روح مميزة علشان كده معرفتش استخدمها. قالت له: هيكون من رائع اننا نعرف نطبق القوة دي، كده هنعرف نستخدم السحر بحرية وهنرجع تاني لوقت السحر. قال لها: انت بتميلي انك تتكلمي في حاجات كبيره قوي بسهوله. قالت له: انا ما قلتش ان ده سهل. قال لها بتأنيب: الافضل انك ما تقوليش لحد عن القوه دي، انت الوحيده اللي تقدري تستخدمي كتاب الروح، ولسه ما نعرفش الاثار الجانبيه للسحر ده. فكرت تشيلسيا: هي دي خطبه؟ وقال لها: لازم نروح البرج.
جريت عليه وقربت منه حواس. هي المكتبة في البرج السحري؟ هي اللي فيها كل مواد السحر؟ حاول يهديها شون ويبعدها شوية وقالها هيكون أسرع لو روحنا احنا الاتنين بدل ما روح أنا بس. فرحت قوي ونطت وقالت له أنا بحب ده جدا، خلينا نعمل كده. اتبسط شون وقالها أحدد ميعاد مع البرج. راحوا مع بعض مكتبة البرج. قالت له تشيلسيا ده شكل المكتبة، لما كنت صغيرة كان نفسي قوي أجي. قال لها انت جيتي قبل كده؟ قالت له ايوه جيت في المناسبات المهمة. في الوقت ده سيد البرج كان شكله مذهل قوي، كان شكله عظيم وملكي زي الامبراطور. حتى في الوقت ده كان البرج السحري في حالة تدهور، بس مع ذلك كان شكله قوي قوي. سكت شوية وبعد كده رد عليها وقال لها حقيقي؟ وبعد كده مشي بسرعة وقال لها كتاب السحر القديم من هنا. قعدوا يقروا الكتب ولقى شوين كتاب بيتكلم عن أسطورة قديمة. أسطورة بتقول ان في شخص باع روحه للشيطان، بتتكلم عن واحد حصل على قوة فورية بعد ما بدل روحه مع الشيطان وقدر يستخدم قوة الشيطان بحرية وخلى العالم كله ملكه، بس روحه ما قدرتش انها تقاوم وبقى الرجل تحت سيطرة الشيطان وانتهى بالامر بموت رهيب. قالت له تشيلسي بعد ما سمعت القصة انا مش هستخدمها كده. قلق شوين وقال لها القوة ممكن تبقى كارثية لو حصل عليها شخص بيفكر عكسك. قالت له فهمت دلوقتي كنت ليه عايز تسيب الموضوع سر. وهما بيتكلموا جه حد بيقول مين اللي هنا؟ مرة وقت طويل ما شفتكش فيه يا شوشو. أزهرت تشيلسيا وفكرت شوشو؟ رد عليه شون سيد البرج. اندهشت تشيلسيا نفس الاندهش وفكرت سيد البرج. قرب منها سيد البرج وقال لها أكيد انت تشيلسيا، سعيد بمقابلتك. ردت عليه شرف ليا لقائك. وفكرت ايه ده، هو يعرف اسمي؟ وسألها هو انت ايه اللي شايلاه بين ذراعك ده، ذئب ثرير؟ وكمل ده غريب جدا، حتى الأفراد الصغار ليهم مظهر مختلف، انت حقيقي ذئب تاني؟ قلقت تشيلسيا وفكرت قررت ان اخلي كتاب الروح ده سر زي ما قال لي شوين، اعتقد انه هيمسكوني قريب بالشكل ده. وردت عليه اعتقد انك مشوش شويه، بلاك مش ذئب ثرير، ده نوع جديد من الوحوش انت ما شفتوش قبل كده. وفكرت لو قلت انه نوع جديد هيصدق انه اتغير بعد العقد. وكملت وقالت له من ساعه ما شفته هو بيتكلم علشان كده قررت اسميه مستذئب. وهي بتتكلم شوين سامحها وحاطت ايده على وشه لانها قالت كل حاجه عن الذئب، يعني اعترفت من غير ما تاخد حتى اول قلم. وكل السحرة اللي سامعين متفاجئين وهي مكمله في كلامها وتقول ايه رايك في الوحش الجديد، وبتفكر ارجوك جريني في كلامي. ضحك رئيس البرج وقال لها النوع الجديد ده ليه قدرات عظيمه قوي اعظم مما كنت اتخيل. راح قدم ايده وقال لها انسه رودن، ايه رايك تكوني تلمستي؟ وكده بعد ما حاولت تصلح الموقف راحت عكت الدنيا اكتر وطلب منها تكون تلمسته. هتعمل ايه وهتستغل الفرصه دي ازاي؟ استنوني في بارت 10 مش هتاخر عليكم. باي.